وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. مساء الخير دكتور. جزاكم الله بالخير دكتور. يعني رموز النظام في قطر منذ بداية انطلاق قناة الجزيرة كانوا يتمسكون بحجج واهية ويدعون بأن الجزيرة لا تمثل قطر ولا تمثل الجهة الرسمية في قطر وليس للسلطة في قطر سلطة على الجزيرة. طبعا هذه المبررات الواهية سقطت بعدما تدخلت الجزيرة بشكل سافر في الشؤون الداخلية وما مثلته من تناغم يعني في طرحها الإعلامي مع السياسة القطرية التي تدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الداخلية. يعني كيف رصدت كخبير إعلامي ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يجب أن نؤكد في البداية وفقا لكل الأدبيات لا توجد وسيلة إعلام محايدة أو موضوعية مهما كان النظام الذي تعمل من خلاله سواء كان نظاما ديكتاتوريا أو نظاما ديمقراطيا. حقيقة منذ أن ظهرت الجزيرة وربما كنت أنا أوائل الناس الذين كتبوا عن هذا الموضوع قلت أن هناك حراكا إعلاميا ربما يكون في ظاهره مبنيا على فكرة الرصد الإعلامي ومن ثم تقديم خطاب إعلامي مختلف ولكنه يحمل في طياته بذور ربما تكون شيطانية وهذا حقيقة تحقق الآن وبشكل واضح جدا للجمهور والمتلقي العربي لأن موضوع المهنية والمصداقية والموضوعية كما قال ضيفكم الكريم سقطت كل الأقنعة عن هذه المحطة التلفزيونية التي هي في الأساس ليست مع النظام القطري فقط ولكنها مع نظام يرمي أو ينشد نشر الإرهاب والفرقة في المنطقة العربية ليس في الخليج وليس بين دول الخليج ولكن على مجمل الخارطة العربية. تأمل الخارطة العربية من الخاسرة إلى الخاسرة، ليبيا، مصر، اليمن، سوريا وما ذلك، هناك خطاب إعلامي تحريضي واضح والرافض المتواضع جدا لتحليل مضمون الخطاب الإعلامي يدرك تماما أن هذه القناة منذ نشأتها كانت تخطط لإحداث هذا الشرخ في ضمن البنية الإعلامية العربية. هذا يذكرنا حقيقة في قضية الخطابات الإعلامية المؤدلجة التي كانت سائدة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي وجاءت الجزيرة لتقدم خطابا مختلفا ولكنه خطاب مسيس كان يرمي ويهدف إلى إحداث ما حدث الآن. أتفق تماما بأن هذا الوهج أن القناع قد سقط وأن هذا الوهج الإعلامي قد الآن اندثر تماما وعودة الجزيرة إلى المتلقي العربي لن تكون عودة سهلة لأنه اكتشف أن مضمون الخطاب الإعلامي الذي تقدمه الجزيرة هو عبارة عن خطاب إعلامي تحريضي، خطاب لا يعمل لقضية لصالح الإنسان العربي، صالح الإنسان الخليجي، صالح الإنسان المسلم ولكنه يعمل وفق أجندة سياسية مؤطرة تماما. لهذا فقدان الوهج باعتقادي أمر محتوم. لكن كإعلامي وكمراقب أقول أين ذهب الخطاب الإعلامي الآخر؟ لماذا لم نستطع أو لماذا كنا يعني نخشى هذا الصوت القادم من قطر ولم نقدم خطابا إعلاميا متوازنا متزن يستطيع أن يصل إلى ويدغدغ أفئدة المتلقي العربي سواء كان في الخليج أو في منطقة أخرى. طيب دكتور يعني من وجهة نظرك يعني ما هو المطلوب للقضاء على مثل هذه القنوات ووسائل الإعلام التي تسخيرها من جهات مغرضة كأداة لتضليل الرأي العام ودعم الفوضى وعدم الاستقرار خاصة بعدما يعني تكشفت؟ نعم، نحن الآن بحاجة إلى خطاب إعلامي متزن، خطاب إعلامي صادق، خطاب إعلامي ينزل إلى الشارع ويرصد نبض الشارع. لا نريد خطابا فجا ولا نريد في نفس الوقت خطابا تضليليا يرسم الصورة ويبهرجها أكثر من اللازم. نحن لدينا حقائق كثيرة على الأرض يجب أن نبحث عنها ومن ثم نناقشها بهدوء وروية لأن أيضا الجمهور المتلقي الآن أصبح جمهورا واعيا تماما خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووجود هذه الشبكة العنكبوتية. المواطن الخليجي أصبح الآن على وعي كبير جدا بمجريات الأمور ويستطيع أن يحلل الخطاب السياسي. لهذا نحن بحاجة إلى قنوات متزنة، بحاجة إلى خطاب إعلامي خليجي متزن تماما يقدم الحقائق ويرصد الوقائع ومن ثم يقدم أيضا الحلول.
لا نريد في الجانب الآخر أن يكون إعلامنا التلفزيوني وباعتبارنا متخصص في الإذاعة والتلفزيون لا نريده خطابا أيضا لنقل منفلتا من عقاله فيما عندما ينحو نحو الترفيه والترفيه الماجن في بعض الأحيان أو تصليح عقل المتلقي، لأن كما قلت عقل المتلقي الخليجي الآن والعربي أيضا، لكن الخليجي بالذات أصبح عقلا واعيا قادرا على التحليل قادرا على ذاك الوقائع، يجب أن نقدم له الوقائع ومن ثم نقدم له صورة عن ما يجري حقيقة. يعني يجب أن لا نضخم الأمور وفي نفس الوقت يجب أن لا نحد من قدرات هذا المتلقي على استشفاف أو الوصول إلى قنوات إعلامية أخرى في جوانب أخرى. نعم، من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي شعيبي، شكرا جزيلا لك.